ستبقى قبلتنا الأولى شاء من شاء وأبى من أبى. المظاهرات لم تنتهي ولكن أخدها لسه، كان عندنا مظاهرات من باكستان وعندنا من برلين العاصمة الألمانية وعندنا من أسبانيا. حقيقة شيء رائع جدا. المهم إن إحنا نكمل، هاخد المظاهرات دي إن شاء الله مع ضيفي في الجزء الثاني من الحلقة، السيد علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان اللي هيكون ضيفي في الجزء الثاني من حلقة النهاردة. النهاردة كمان وسط الصمت العربي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم الكيان الصهيوني ووصفه بالإرهاب. Şimdi de bakın şu tabloyu görüyorsunuz. Şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir, terör! Devlet İsrail İrhabiyye. Ve 14 yaşındaki çocuğu, 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor. Netanyahu rad على أردوغان النهاردة وقال الكلام ده. إسرائيل ترور دولتي دير ترور. علاقات وتواصل مع بلدان في المنطقة ليس لها علاقات رسمية ولكن هناك اتصالات، وأعتقد أن هذه العلاقات سوف تتطور، وذلك لا يعني أنه سيكون هناك سلام رسمي. يمكن أن يكون هناك سلام مع الأردن ومع مصر دون أن نحل القضية الفلسطينية، وكثير من الدول العربية تعترف الآن بأن إسرائيل ليست عدوا لها ولكنها حليف تحارب معه التطرف الإسلامي. بالنسبة للسيد أردوغان لقد هاجم إسرائيل، وتقول ما هو ردي؟ أنا لست متعودا على تلقي محاضرات عن الأخلاق من قائد يقصف الأكراد ويساعد إيران في التهرب من العقوبات الدولية ويقتل أبرياء. ليس ذلك هو الرجل الذي سوف يلقي علينا محاضرات. قال لك يقتل أبرياء. نتنياهو، وانت وشك تدير؟ انت تقتل في الدراري الصغار، تدي الدراري الصغار 13 سنة 10 سنين 11 هادوما أولاد صغار تديهم للحبس وبلا لي تقتلهم. يسمى تكون هو التيروريست انت ولا أردوغان؟ ها؟ خلينا نكملوا نسمعوا. ما قال أنا مش مستعدة أتلقى محاضرات على الأخلاق. افتكرت الرجل الخلوق واللي أنجبته مصر حقيقة، اللي التاريخ لما يجي يتكلم عليها يقول الرجل الخلوق وهو مرتضى منصور. قال له إيه؟ قال له التاريخ لما بعد فترة هيجي يقول عليك إيه مرتضى؟ قال له الرجل الخلوق. قال له أنا مش بحبش حد يديني محاضرات في الأخلاق، أنا مش متعود حد يديني المحاضرات في الأخلاق. أنا بقعد مع أشقاء العرب كلهم في رجلي كده، ولا حد يقدر يفتح بقه. ما مش متعود حد يديني محاضرات على الأخلاق. وده راجل بيقصف شاو. حقيقة الحتة دي عجبتني قوي قوي قوي. أنا بقعد مع قادة خلوقين من عينة عبد الفتاح السيسي، راجل بيحترم شعبه وحافظ على شعبه، من عينة الملك عبد الله بتاع الأردن، من عينة محمد بن سلمان. القادة التاريخيين دول اللي حققوا اللي بيحترموا شعوبهم واللي مليئين بالديمقراطية والحرية واللي مغيرين شكل المنطقة. أما أردوغان ده فاشي. أنا ما بقعدش معاه، مش بتعلم الأخلاق من حد. ده حقيقة رد حقيقة ليه حق إنه يتكلم بكل هذه الثقة لما أصحابه واحد أصحابه علي كوخة وإسماعيل أخة وبتاع مستني أحواره إيه؟ إسرائيل ما بقتش مستعدية تسمع أي كلام على الأخلاق من حد، لأن هي منبع الأخلاق. حقيقة تشعر ان نتنياهو، يعني انا بس عايز الاقي الجملة المناسبة. نتنياهو بيتعلم الاخلاق من الحكام العرب، يعني خليني بس اقول جملة لطيفة هي دي، يعني اعتبرها انه بيتعلم الاخلاق من حكام العرب الخلوقين، حكام العسكريين اللي قال كانوا متفقين معاه في مواجهة
الارهاب الاسلامي. انا وريتك كلامه عن حكام العرب اللي حقيقة في الضلمه منسق معاهم وعن اردوغان، وانت تعرف الفرق، وانت على طول تعرف مين كويس ومين وحش. يعني اللي هيشاور على نتنياهو ويقول عليه كويس يبقى انت عارف ده وضعه ايه، واللي يشاور على نتنياهو ويقول عليه ده وحش يبقى انت عارف ده وضعه ايه. انت اعتقد الحكايه مش محتاجه ان انا اوضحها لك. هو بيتعلم الاخلاق من اشقائه العسكريين الكيوت العرب. ويقول عليه ده وحش يبقى انت عارف ده. تواصل مع بلدان في المنطقة ليس لها علاقات رسمية ولكن هناك اتصالات، واعتقد ان هذه العلاقات سوف تتطور، وذلك لا يعني انه سيكون هناك سلام رسمي. يمكن ان يكون هناك سلام مع الاردن ومع مصر دون ان نحل القضية الفلسطينية، وكثير من الدول العربية تعترف الان بان اسرائيل ليست عدوا لها ولكنها حليف تحارب معه التطرف الاسلامي. هل كنت ممكن تتخيل التطرف الاسلامي ان نتنياهو يطلع يقول انه بيحارب مع اخواته العرب التطرف الاسلامي؟ لا، العرب كويسين واردوغان وحش. اللي يستفزك في الموضوع ان عادل الجبير اللي كان بيسافر في كل حته عشان يطالب العالم بالموافقة على حصار قطر وعمل عدد من الكيلومترات تاريخي لدرجة انه هيركب بيزنس بقيت عمره، الجبير مستني الاميال دي حساب اميال. نتنياهو اليهودي الصهيوني قال لك التركي المسلم السني اللي دافع على حقوق الانسان وعلى المسلمين في كل بلاد، هذاك ارهابي. ابها لقتلنا شويه كراد وش عليه، نورمال شيعيين هما داخلين للنار. هي الاعمال بالنيات بصح، هنا ما كاش اعمال بالنيات، هنا كاين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، ماشي الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهما. على كل حال صح، ما همش انبياء، خاتم الانبياء هو محمد رسول الله. دوك انت يا كردي ولا ايراني كي تقتلو نورمال، انا عندي نورمال باسكو شيعي. ربي نزل عليك القرآن وقال لك هاي لك وهاي لك، وانت يا تروح الاكستريم وتروح تامن وتقول باللي الرسول ماشي هو اللي خاتم الانبياء، علي هو اللي خاتم الانبياء ولا كفارة هاد الناس هادوما، وزادوا الصهاينة، وفوق الصهاينة زادوا العرب المسلمين ماشي الشعوبة. مانيش نهضر على الشعوبة، نهضر على الحكام كلهم صهاينة وكلهم ترامب يسمى قاع للواد، غير اردوغان اندونيسيا ما تقدرش تقول حاجه ماشي مليحه على ايران، باسكو خرجوا وخرج وزير الدفاع وخرج الرئيس وخرج البومي مينيستر تاعهم، اسمها ما تقدرش تقول حاجه ماشي مليحه عليهم. وحتى ولو كانوا كما يقول لك شيعيين. السلام عليكم.